بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أحببت أن أقدم بهذه المقدمة عن العرب وبراعتهم في نظم الكلام، لأهمية هذه المقدمة لدارس علم العقيدة وخطورة الجهل بها، لأن هذه المقدمة لها أثر في الحكم العقدي الذي بناء عليه صار فيه فرقة بين المسلمين كالوهابية والأشعرية. كما هو معلوم أن العرب كانوا ينظمون الكلام نظما حسنا، ولهم فنون وبراعة في نظم الكلام، كمن درس في علم الذي درس في علم العروض، يعني يعلم بحورهم الشعرية وتفننهم في نظم الكلام، وكان لهم أسواق شعرية كسوق ذي المجاز، وكانوا يعلقون المعلقات على الكعبة تفاخرا ببراعتهم في نظم الكلام. فلما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن العظيم أبهرهم وعجزهم بهذا النظم الغريب، لا هو على أوزانهم الشعرية ولا هو نثرا بلا وزن ولا هو نثر بوزن، فالعرب كانت تتكلم إما بالنثر وإما بالشعر. فأنزل الله سبحانه وتعالى كتابه لا على أوزانهم في الشعر ولا على أوزانهم في النثر، فأبهرهم وأعجزهم سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. والقرآن العظيم جمع بين الحقيقة والمجاز كما سأشرح في منشور بعد هذا المنشور عن تعريف وأقسام الحقيقة والمجاز للإخوان الذين استشكلوا هذه المعاني في الدرس السابق. واتفق علماء البلاغة أن المجاز أبلغ من الحقيقة، يعني إذا قال الإنسان فلان كريم هذا كلام على الحقيقة، استعمال اللفظ في موضع له في اصطلاح التخاطب، لكن عندما يقول فلان كثير الرماد نظم الكلام، استعمل اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، وهذا الوجه أبلغ وأفصح، لأن الوجه الأول الكل يتكلم به، لكن الوجه الثاني، وهذا على التبسيط، وإلا من رجع إلى لسان العرب وجد عندهم مستويات عالية جدا من الفصاحة. فالقرآن جمع بين الحقيقة وبين المجاز، واتفق علماء البلاغة أن المجاز أبلغ من الحقيقة. فلما جاء التابعون إلى ابن عباس واستشكلوا هذه الآية هل هي على الحقيقة أم على المجاز، فقالوا يا ابن عباس يعني أخبرنا عن ويوم يكشف عن ساق، فوضع لهم ابن عباس رضي الله عنه قاعدة عامة يرجعون إليها من أول آيات القرآن إلى آخر آيات القرآن، وكذلك في الحديث، هذه قاعدة عامة وضعها ابن عباس رضي الله عنه للأمة، قال ما خفي عليكم من القرآن فالتمسوه في الشعر، لأن العرب كانت كما قلت تتكلم بالمجاز، فكانوا ينظمون
هذه الألفاظ نظما يريدون بها معاني خاصة. فإذا أنت ذهبت إلى المعاجم لتأخذ معاني هذه الألفاظ مباشرة خرجت بمعنى غير مراد في هذه الآية. فقال لهم: ما خفي عليكم من القرآن فالتمسوه في الشعر، يعني ارجعوا إلى العرب كيف كانوا يتخاطبون بهذه الألفاظ. ثم ساق لهم هذا البيت، قال: اصبر عناق، إنه شرباق، قد سن قومك ضرب الأعناق، وقامت بنا الحرب على ساق. كانت إذا اشتدت المعركة يقولون قامت الحرب على ساقها. ففسر ابن عباس وابن مسعود معنى الساق هنا بالشدة. وسأضرب مثالا للتبسيط. الإخوة في مصر إذا أراد أن يخرج في نزهة ماذا يقول؟ أريد أن أتفسح. خذوا أخاكم ففسحوه. لكن رجال الأمن المصري إذا مسكوا رجلا وأرادوا أن يضربوه ماذا يقولون؟ فسحوه. بعد 100 سنة لو جاء الناس وقالوا: ما معنى فسحوه في اللغة المصرية؟ معناها نزهوه. إذن سيخرجون بنتيجة أن الأمن عندما كان يمسك الرجل ينزهه، يقوم بتنزيه هذا المسجون. لكن حقيقة المراد ضرب هذا المسجون. فهذه من القواعد المهمة إذا أراد الدارس في العقائد أن يعني يصل لحقيقة الخلاف. هذه من الأصول المؤثرة في إنتاج العقائد. ولذلك عندما تأتي إلى اليد، هل هذا على الحقيقة أم على المجاز؟ عندما تأتي إلى العين، هل هذه على الحقيقة أم على المجاز؟ عندما تأتي للفظ الاستواء، هل هو على الحقيقة أم على المجاز؟ فترجع إلى لسان العرب. بماذا كانوا يتخاطبون؟ كيف يستعملون هذه الألفاظ؟ كيف ينظمونها؟ والذي يفهم هذه القاعدة يعني يصبح عنده وسع في فهم أصول الخلاف بين الأشاعرة وبين الوهابية. وطبعا يعني هذا جزء، الكلام على الحقيقة والمجاز جزء من الكلام على لسان العرب. وإلا إذا أراد الإنسان أن يتوسع في لسان العرب يدرس علم الوضع وما في هذا العلم. يقولون هذا تحقيقي وهذا تأويلي، هذا شخصي، هذا نوعي. يدرس علم الصرف، باب الأفعال، عندما يقولون الفعل وأقسامه باعتبار الزمان، هذا فعل ماضي، هذا فعل مضارع، مستقبل، هذا فعل أمر، هذا الفعل مؤكد أو غير مؤكد، مجرد أو مزيد، مبني للمجهول، مبني للمعلوم، هذا الفعل جامد أو مشتق، الاسم هل هو مبني أو معرب، هذا الاسم مجرد أم مزيد، هذا الاسم مفرد أو مثنى. أو لأن في بعض الآيات تتكلم يراد بها هذا جمع قلة، هذا جمع كثرة، هل هذا الاسم مشتق أو غير مشتق، باب الإبدال والإعلال، باب الإمالة، باب الإدغام، هذا كله مهم.
بالنسبة للمفسر، بالنسبة للذي يشتغل بالعقائد، الإنسان لو درسه يعني فترة معينة قصيرة حتى يتبصر، لأن من الناس من يقول لك الآية تتكلم عن كذا، طب هل أنت مثلا انتهيت من علم الوضع؟ هل انتهيت من علم الصرف؟ هل صار عندك دراية بمعاجم اللغة؟ تعرف وترجع إلى المعاجم وتستخرج هذا اللفظ واستعمالاته عند العرب، معجم العين، معجم الجهري، مختصر الصحاح، مجمل اللغة، معجم المقاييس لابن فارس رحمه الله، وما بعد ذلك من المتأخرين ابن منظور والفيروز أبادي، والجهود التي قامت على هذه المعاجم، كيف أستخرج منها هذه اللفظة وأعلم كيف كانت العرب تتكلم بها، وكيف أرجع إلى دواوين العرب وأنظر كيف كانوا يعني ينظمون هذه الألفاظ، كيف كانوا يتخاطبون بها. ابن عباس عندما جاءه الأعرابي والأعرابي الآخر وكان بينهما خصومة، فقال في بئر، فقال واحد منهم أنا فطرت هذه البئر، فقال ابن عباس ما كنت أعلم معنى فاطر وفطر وإلى ما يتبع ذلك حتى سمعت الأعرابي، قال أنا الذي فطرتها يعني أنشأتها وحفرتها وهيأتها. لسان العرب واسع كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة، لا يحيط بلسان العرب إلا نبي. علم النحو، الجملة الإسمية إذا جاء نظم الكلام أو نظمت الكلمات في جملة إسمية، ما هي دلالة الجملة الإسمية، ما هي دلالة الجملة الفعلية، وأنظر في الكلام لماذا هذا جاء في النظم على وزن المضارع، هذا جاء على وزن الفعل، فعل الأمر، هذا على الماضي، باب الاستثناء، باب الحال، باب التوابع، الممنوع من الصرف، الأدوات التي تزم الفعل المضارع، الأدوات التي تزم فعليني، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة، أنواع البناء، أنواع الإعراب، أحرف الجر، إن وأخواتها، كان وأخواتها، الاسم المقصور، الفعل المنقوص، نصب الفعل بأن المضمرة، المعرفة والنكرة، المعرف بأل، الضمائر، اسم الإشارة، اسم الموصول، المفعول به والمفعول معه، والمفعول المطلق، ظرف الزمان، ظرف المكان الذي ينصب فعلين، اللازم والمتعدي، علامات التأنيث في الأسماء، الأسماء الخمسة، الأفعال الخمسة أو الأسماء الستة، وغير ذلك من علم النحو، علم البيان، علم المعاني، علم البديع، علم البيان، التشبيه، أقسام التشبيه، الحقيقة والمجاز، الاستعارة والمجاز المرسل، والكناية، باب المعاني، الخبر والإنشاء ومراتب الخبر وأغراض الخبر وصيغ الأمر وصيغ النهي والقصر والمساواة والإطناب والإيجاز، البديع، البديع اللفظي والبديع المعنوي، وعلم العروض والقوافي والمعنى
الكتابة العروضية والكتابة القرآنية والكتابة كتابة العادية، هذه الإملائية المعروفة قواعدها، هذا كله فقه في لسان العرب، وما يتبع ذلك من علوم اللغة، من ما جاء من الترادف والاشتراك والأضداد وإلى ما يتبع ذلك، ليس بالأمر السهل كما يظن البعض. يقول لك هذه الآية تكلمت كذا، تجري بأعيننا، هكذا قال تبارك وتعالى، قال يد الله، قال ولتصنع على عيني. طب هل أنت هذه القواعد، كل هذه القواعد طبقتها على الآية حتى تعلم اتجاه الكلام مع الأصول القواعد الأخرى التي تؤثر في الحكم من جهة علوم القرآن وأصول الفقه والحديث؟ فهذه مقدمة أرجو أن ينفع الله سبحانه وتعالى بها، والمقدمة الأخرى سأشرح فيها الجزء الذي يعني حددته في بداية الكلام عن الحقيقة والمجاز بالتفصيل المفيد.